عم تطلع المشار بتصلي له، عم تحكي معه، بتحبه. هذا الشي كتير حلو، لأنه مشارب اللي بوصلك لله. بس مشارب اللي مش الله، مشارب اللي إذا حبيته قد الله أو أكتر من الله، مشارب اللي بيزعل. ليش بس تركع قدام مشارب اللي بتنسى الله، بتصير تقول يا مشارب يا مشارب كلمة يا الله وبتطلع من تمك؟ ليش ما بتقول يا رب أنا بشكرك على مشارب، أنا من خلاله تعلمت كيف أوصل لعندك؟ في كتير عالم ما بتأمن بمريم العذراء. أنا بدي أسألك سؤال، إذا أنت كنت قاعد مع أمك عند حدا، إجا هالحدا اهتم فيك وما اهتم بأمك، يحكيك وما يحكي أمك، أمك تحكي وما يرد عليها، أكيد أنت رح تزعل. وهيك يسوع، إذا ما حبيت أمه هو بيزعل وبيتضايق، والعذراء إذا حبيتها أكتر من يسوع العذراء بتزعل. بتطلع على حريصة بتصلي للعذراء وكأنه هي مش أم يسوع، تنسى يسوع بصير كل تركيزك على العذراء. يا حبيبي العذراء بتزعل، كون مثل القديسين لتعرف كيف تحب الله وحب العذراء، بس ما تحب أكتر من يسوع لأنه هي بتزعل.